أنا بحمد الله تيسر لي الحج في العام الماضي، ولكن بعد الرجوع من عرفات أقمت 3 ليال بمنى ولم أطف طواف الإفاضة، فهل علي شيء في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن طواف الإفاضة الأفضل أن يؤدى في يوم العيد، ويجوز أن يتأخر إلى اليوم 11 أو 12 أو 13 أو ما بعد أيام الحج، فآخر طواف الإفاضة ليس له حد، وإنما التحديد في بدايته، يبدأ من منتصف الليل ليلة عيد الأضحى، وأما النهاية فلا حد لنهايته، ولكن كل ما تقدم فهو أفضل. فبناء على ذلك لا حرج عليك في تأخير طواف الإفاضة. نعم. لكن في هذا السؤال لم يشر فضيلة الدكتور إلى إنهاء طواف الإفاضة على الإطلاق. إذا لم يكن أداه فإن حجه لا يتم إلا به، فعليه أن يعود إلى مكة وأن يؤدي طواف الإفاضة حتى تكمل حجته، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، من تركه فإنه لا يتم حجه إلا به، لكن الوقت موسع ولله الحمد، فيعود ويأتي بطواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو إذا كان متمتعا فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي الذي أداه الأول يكون للعمرة، والحج يحتاج إلى سعي بعد طواف الإفاضة. وهنا يجب التنبيه أيضا على ما إذا حصل منه جماع لزوجته في هذه الفترة، فإنه يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه يكون حينئذ وطئ زوجته بعد التحلل الأول، يكون عليه فدية، وهي ذبح شاة وزعها على مساكين الحرم كفارة عن الوطء قبل طواف الإفاضة، لأنه قد أدى رمي جمرة العقبة وأدى حلق الرأس، يكون قد تحلل التحلل الأول. نعم.